الزاوية الثانية. سبعة بقى على أربعة بكام يا شباب هي دي؟ لو مش عارفها بس كده أعمل إيه؟ أقول له سبعة في 180 على أربعة. كأنها سبعة ضرب 180 على أربعة. 180 على أربعة فيها 45. طب 45 يا جماعة بكام في سبعة؟ بكام؟ ها؟ 5 في 7 35 4 في 7 28 و3 31 300 وكام يا شباب؟ و15 315 كله موجب طبعا ماشي؟ نعمل دورات اهو، اول دوره الثانيه مثلا دي انا عايزها بس اكتر من كده، ان ايه؟ ارى عندي بواحد ونص، واحد ونص بس، يعني يا شباب بين الدوره الاولى والثانيه جمالك ارى ايه؟ ار سمي دي واحد، هنا كام؟ هنا اثنين، هي بين الاولى والثانيه 315 يا جماعه، هي دي فين؟ هنا كده، هنا طبعا دي 360 هنا 330 اهي اقل منها بشويه يا جماعه اللي هي كام؟ 315 ماشي؟ طيب والنقطه فين النقطه؟ واحد ونص بين الواحد والاثنين هنا كده بالظبط بين واحد يا جماعه، دي النقطه اهي واضحه يا شباب عملناها ازاي؟ واضحه يا جماعه؟ طيب افرض كان عندك مثلا حاجه بالسالب، افرض كانت بالسالب يا جماعه زي مثلا بيقول لك اللي بعده بالعكس رقم رقم 12 سالب 3 و5 بين على 6 مثلا سالب 3 و5 باي على 6 برضه نفس اول حاجه الزاويه يا شباب الزاويه يعني بكم الزاويه؟ كان بيقول لك 5 180 على 6 5 180 على 6 دي معادلها 30 يا شباب 5 150 يبقى الزاويه كده ب 150 هذا القطب يا جماعه هو المحور القطبي تمام نرسم الدورات الاولى الثانيه مثلا الثالثه انا عايز ثالثه بس بطل اعمل مشكله طيب قول هنا يا جماعه 5 باي على 6 قلنا ان هي 150 لحد هنا كده لحد هنا يا جماعه 90 دي 90 درجه وهنا كده 120 هنا كده 150 اهي خلي بالك 150 بس في حاجه الار سالبه الار عندي يا جماعه سالبه يعني همشي عكس الاتجاه كده هعكس اتجاهها يا شباب همشي في عكس الاتجاه الصح اهو ده الصح ماشي طب سالب 3 هيبقى فين؟ عد اول واحده مثلا هنا 1 2 3 4 مع الدوره الثالثه هنا كده يا شباب نقطة هنا كده واضحة يا جماعة؟ بأول حاجة بعملها إيه؟ بحدد الزاوية كام؟ بقية الدورة. هنا حاجة أهو أبص للإشارة دي سالب لازم أعكس الاتجاه. يعني شوف 150 هنا هي نفسها 5 باي على 6 هي دي 5 باي على 6 بس اتجاه هنا الأرض مختلفة بعكس اتجاه يا شباب. عكس الاتجاه. واضحة يا جماعة دي؟ وضحت؟ لما يقول لي يا شباب كده مثل المعادلة ايه؟ مثل كل معادلة وقول لك كده مثلا ثيتا بتساوي سالب 60 ها؟ دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ عبارة عن ايه؟ خيارات دائرة ولا خط مستقيم؟ دائرة بسرعة كده على طول من غير ما تفكر يا محمد خط مستقيم خط مستقيم صح يا ريان خط مستقيم ثيتا 60 ازاي يا شباب؟ اهو انا مثلا كده يا جماعه محور القطب مثلا زي كده او اعتبرها اكس وواي زي كده فين سالب 60 طالما سالب يبقى مع عقارب الساعه مع عقارب الساعه يا جماعه سالب س هنا يا جماعه سالب 60 الزاويه دي بسالب 60 طيب امثلها ازاي؟ برسم خط مستقيم هنا كده بحيث ايه؟ الدوره الاولى تعدي عليها والثانيه والثالثه كله يا جماعه زي كده اهو هي اصلا عباره عن خط مستقيم الحل الازرق ده يا جماعه ده الحل اللي هو ثيتا بتساوي سالب 60 ده الحل خلي بالك ماشي يبقى لما يقول لي يا جماعه ثيتا بتساوي خط مستقيم ار بتساوي دائره لو اقول لك ار بتساوي واحد يبقى عايز الدائره الاولى ار بتساوي اثنين الدوره الثانيه يعني الامور بيكون ماشي بالنسبه لايه ثيتا هو بسالب رقم ايه ريان قصدك يعني قصدي لو كان موجب يعني لو كان 60 ما يكون دائره مستقيم صح؟ ثيتا
ثيتا سي ايوه، لو كان لو ثيتا كانت مثلا 60 لو موجب 60 برضه هبدا اقيس 60 من اول هنا كده كده 60 مثلا برضه خط مستقيم بشكل عام. ما شاء الله. بشكل عام يا شباب بشكل عام كده خدها قاعده قاعده عندك يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشكل عام يا شباب ثيتا بتساوي دي على طول خط مستقيم. ار بتساوي يبقى دي يا جماعه ايه؟ دائره. ماشي؟ زي ما قلت من شويه اهو قال لك مثلا كمثال ثيتا بتساوي تاخد مثلا ايه؟ 45 45 مثلا موجب 45 نعمل ايه؟ ارسم هذا القطب يا جماعه اهو محور قطبي تمام كده؟ عندي كده 45 اهي واكمل الخط جميع الاتجاهات كده وهنا تمام؟ كده رسمت الزاويه يا جماعه خط مستقيم. الدوائر برسم بس دوره عشان خاطر ابينها بس، لكن هي في الاصل كده بس، خط مستقيم بس يا جماعه. لو قال لك ار بتساوي 2 يبقى عايز الدوره الثانيه ارسم برضه المحور يا جماعه القطب اهو محور قطبي الدوره الاولى هي الثانيه اعملها بخط بس ايه؟ خط سميك شويه. الدوره الثانيه يا جماعه. دي اللي هي ار بتساوي 2 ودي اللي هي ثيتا بتساوي 45. واضحه يا جماعه خلاص اتفقنا خلاص؟ اتفقنا؟ ار بتساوي تبقى دائره ثيتا بتساوي خط مستقيم. طيب يقول لك مثلا ايه يا شباب؟ قلنا ده خلاص خلصناه هي تمثيل. في واحده كمان ار بتساوي 9 على 2 يعني 4 ونص. او قال لك كده اهو واحده بس اخيره. ار بتساوي 9 على 2 يعني بتساوي 4 ونص. هنعمل ايه؟ ار بتساوي تبقى دائره. نرسم برضه يا جماعه اهو المحور القطبي عباره عن دوائر. طب انهي واحده فيهم؟ ادي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. بين مين يا شباب دي؟ اربعه ونص فين؟ بين الاربعه وبين الخمسه. بين الاربعه يا شباب وبين الخمسة. غلط. هنا كده. وين أربعة والخمسة؟ يعني نرسم دايرة هنا. دي اللي اسمها إيه؟ اللي اسمها آر بتساوي أربعة ونص. طيب شوف كده الفكرة اللي بعدها. ده كان أول درس يا جماعة. طب تاني معانا بقول لك إيه؟ لا لسه فيها نقطة واحدة. أوجد المسافة بين كل زوج من النقط اللي فيها يا جماعة. أوجد المسافة، حد متذكر يا جماعة في قانون المسافة بيقول إيه؟ لو عندك نقطة مثلا هنا ونقطة ثانية هنا كده مثلا عايز إكس واحد إكس واحد ناقص إكس جذر التربيع لإكس واحد ناقص إكس اثنين تربيع زائد واي واحد ناقص واي اثنين تربيع صح؟ لا إحنا بنتكلم على الصورة اللي هي القطبية بس مش الإحداثية عندك صح تمام إحداثية لو داخل داخل مستوى قطبي اللي فيه ار وثيتا فقط ما فيش اكس وواي عندي هنا. هذا ما يدخل فيه ار وثيتا يعني انا عندي هنا يا عبد الرحمن ار واحد وثيتا واحد وده هي ار اثنين ثيتا اثنين ليها قانون يا جماعه فكركم بيه. بس انا بقول لك ايه بين ار واحد ار اثنين بقول لك الجذر التربيعي برضه ار واحد تربيع زائد ار اثنين تربيع ناقص 2 ار 1 ار 2 كوزاين الفرق بينهم يا جماعه بين الزاويتين ثيتا 1 ناقص 2. طب هتفرق لو قلت الاول 6 2 ناقص 1 يا شباب لو عكست قلت هنا 6 2 ناقص 6 1 هتفرق؟ تختلف؟ ها؟ اظن ايوه ايوه هي الكوزين ده اللي ايه؟ زوجيه ولا فرديه؟ زوجيه ما هتفرق يبقى ما تفرق يبقى موجود اشاره جوه مش موجود اشاره ما تفرق يا جماعه تمام عادي جدا. طب تجيب لك هو زوجين من طبق كده القانون عليه طبق كده بقول لك ايه مثلا كمثال اخد الاول حاجه بسيطه سالب 3 النقطه الاولى يا جماعه سالب 3 و60 الزاويه 60 النقطه الثانيه 4 و240 4 و240 يلا طب كده ممكن تعملها بالحاسبه على فكره مره واحده في الحاسبه ممكن تعملها حسبه واحده واحده براحتك جذر التربيع يا شباب
دي ار واحد ودي ار اثنين. ار واحد تربيع يلا اديني كام؟ ثلاثة تربيع تسعة واربعة تربيع 16 ناقص 2 في 4 ب 8 ضرب سالب 3 ها بسالب 24 يبقى بقت موجب يا جماعه موجب 24 واضح كده؟ لحد هنا يا جماعه واضحه؟ ان في اشاره سالبه خلي بالك هدف 4 ب 12 في 2 في 24 بس فيه سالب وهنا اصلا في القانون فيه سالب كمان سالب اهي في القانون يا جماعه واضح؟ يا موجب كوزاين فرق الزاويتين يعني تقول له 240 ناقص 60 او العكس ما هتفرق معانا يعني هتساوي 6 و16 9 سنين قصدي بدينا كام؟ 35 زائد 24 كوزاين كام يا شباب؟ 240 ناقص 60 100 وايه؟ 180 صح؟ 180 طب كوزاين 180 بكام يا شباب؟ كوزاين 180 مش شايف العين حسب خالص هذا 180 عباره عن سالب واحد وصف الكوزاين يا شباب اللي هو الاكس وده بسالب واحد فهنا سالب برضه هيدينا سالب يبقى الجذر التربيعي يا جماعه الجذر التربيعي 35 ناقص 24 ليه؟ دي كلها كلها على بعضها بسالب واحد عباد تجاوب الحصر برضه براحتك يبقى هيدينا الجذر كام يا شباب؟ 5 ناقص 4 1 3 ناقص 2 بكام؟ جذر 11 يا شباب جذر 11 بالحسبه تجيبه او خلاها زي ما هي كده مش اي مشكله خالص لو تقدر هو جذر 11 خلاص او خلاص 3 ايه 3 من 10 3 و 3 من 10 واضحه يا جماعه الفكره دي؟ لو ما هي واضحه اقول اجيب فكره ثانيه مثال ثاني يلا يا جماعه مثال ثاني عشان في ناس ما بتتكلم مثال اخر يقول لك مثلا ايه فيها باي بقى مراجع ناخد باي خدنا كده دوال اللي هي الزوايا المثلثيه خليها بقى بالمره ايه؟ 60 ودائري كمان. 5 وباي على 2 دي اول واحده. النقطه الثانيه 2 وسالب 7 باي على 6. 2 وسالب 7 باي على 6 ما هتفرق يا جماعه عادي. يلا المسافه بينهم بتساوي ايه؟ المسافه اللي دفعها دي مثلا بتساوي يا شباب؟ اقول له الجذر التربيعي ها مين يحل معايا؟ ربع الاول 5 تربيع بكام؟ 25 يبقى هنا 25 زائد 2 تربيع 4 4 ناقص اوعى تنسى الاشارات الاول في الثاني في 2 يبقى 2 في 5 ب 10 في 2 ب 20 كوزاين مين؟ فرق الزاويتين يا جماعه عن بعض فرق خلي بالك ان دي اصلا دي سالب كمان استاذ ها اتفضل عيد عيد ايش الاول بالثاني بمين؟ القانون بقول لك ايه؟ القانون مهم محمد ار واحد تربيع زائد ار اثنين تربيع ناقص اثنين ار واحد ار اثنين يعني اثنين في الحد الاولاني في الحد الثاني ار الثاني كوزاين مين؟ الفرق بينهم يبقى اثنين ار واحد ار اثنين ماشي؟ اهي 2 في 5 ب 10 في 2 ب 20 وفي سالب. ايه تمام فهمت. طيب الزاويه يا شباب الزاويه عباره عن ايه؟ الفرق بينهم. اللي هي باي على 2 ناقص سالب 7 على 2 يبقى هيبقى زائد باي على 2 90 7 باي خلينا نعمل كده احسن على 6 ليه عملتها زائد؟ القانون في ناقص يا جماعه اصلا في ناقص هنا خلي بالك. واحد المقامات. دي سالب. هنا هنا 2 اخليها 6 ازاي؟ اضرب في 3. واضرب في الطريقه دي 6 3 باي على 3 6 3 زائد 7 كام؟ 10 باي على 6 10 باي على 6 يعني 1800 قسمة 6 يعني اعتبرها 5 يعني اسمع 5 باي يعني 300 صح؟ 5 باي على 3 هيطلع 300 صح؟ 300 ممتاز يبقى قول له 5 باي على 3 او قول له مره واحده 300 وخلاص ما هتفرق عادي يا جماعه اقول له كده 25 جذر التربيع يا جماعه كام؟ 25 و4 يبقى 29 ناقص 20 كوزين كام؟ 300 ليه كام يا جماعه الكوزين 300 دي؟ حد عارف؟ ليه كام؟ انا مش عايز تعمل حسبه من غير حسبه كوزين ايش؟ 300 اجيبها ازاي من غير الحسبه؟
اللي هو تصير 30 لا 60 60 ممتاز 60 هي اصلها شباب نص. 360 هي نص ناقص ايه؟ ناقص 60 هيديك ايه؟ هيدينا 600 وهي كوزين الربع الرابع موجب ولا سالب؟ موجب موجب يعني ممكن اشيل ده خالص هشيل يا جماعه الكلام ده 300 واخلي مكانها 60 وكلامك صح 100% اهي 60 وزي 60 بنص تصير نص نص اللي قال ايوه نص يبقى نص 29 زائد 20 في النص 10 يبقى جذر 29 ناقص 10 بتساوي جذر 19 وبالحسبة تروح جايبها تقول كده على طول جذر 19 بتساوي الرقم ده 4.3 سهلة يا جماعة الفكرة دي بسيطة طيب فكرة تانية بقى يا جماعة فكرة تانية بقول لك ايه اوجد زوجين مختلفين لكل احداث قطبي بحيث عارفين شرط يا جماعه في شرط بحيث ان سيتا عندك اقوى من او يساوي سالب 2 باي واقل من او يساوي 2 باي ده شرط يا جماعه يعني ايه الزاويه اللي هتطلعها لا تزيد عن 360 عن 2 باي ولا تنقص عن سالب 360 ماشي اول واحده جابها لي شوف كده مثال عليها يقول لك مثلا كام سالب 1 و5 سالب 1 و5 5 دي يا جماعه على فكره مش اكس وواي لا دي درجة بس درجتها صغيرة 5 عادي نزود 360 مرة ونفتح 360 مرة لا استنى يا جماعة معلش نكمل السؤال بس نكمل كده السؤال بيقول لك ايه؟ ها انا ما كملتش السؤال للاخر اوجد زوجين مختلفين وكل منهما يمثل احداثين قطبيين لكل نقطة معطاة بالاحداثات الدي كارتية يعني ده دي كارت يا جماعة دي اكس وواي انا اسف انا قلت هقراها بسرعة وصعب في الاجابة قراته بسرعه عادي نحولها مستوى قطبي بعدين ايوه لازم احول الاول ده لقطبي الاول بعد كده اجيب لها ايه زوجين مختلفين بقى اجيب براحتي زي ما انا عايز طيب اكس واي اهي اجيب الار ازاي ار بتساوي جذر التربيع اذكركم بيه اكس تربيع يعني واحد زائد 25 يعني هيساوي جذر 5 جذر 26 خليها زي ما هي او مؤقتا كده بس طب وثيتا اللي هي تان ماينس 1 ايوه 5 على سالب 1 5 4 اللي هو سالب 5 يعني بس هم؟ بس يا عبد الرحمن زائد 180 انا منتظر يا جماعه الحاجات دي هي الفنيات بتقعوا فيها برضه بتنسوها لازم اقول لك افكرك انا زائد 180 انا عايز يا جماعه الناس تحل من غير ما اقول تلاحظ انا كده انا ما اتكلمت انت بتتكلم انت لوحدك عبد الرحمن عشان تقولها من نفسك يبقى هي يا جماعه تان ماينس 1 سالب 5 زائد 180 بالحسبه كده اهو جايبها اقول له شيفت تان سالب 5 شايف الاقواس زائد 180 او زائد باي مش مشكله يساوي طبعا بالديجري 101 بدل من 10 يبقى الزاويه هي شباب تساوي 101 بس بالتعريف كده يا جماعه يبقى حولت نقطه على كام وكام؟ حولتها الى جذر 26 و101 درجة ماشي يا شباب؟ بعدين هنزود هننقص 360 لأنه ما ينفع تزود ما ينفعش تزود لو زودت هتبقى معاك كبيرة جدا يعني 101 بعدين نزود ايه؟ ناقص 360 هيطلع عندك بالسالب اهي بالسالب 10 ناقص 1 9 9 5 هنا 5 وهنا ايه؟ 255 259 يبقى أول نقطة يا جماعة جبناها أقول له جذر 26 زي ما هي وسالب 259 عايز كمان واحدة نزود 180 بس نغير إشارة الآر طب 180 زائد 101 هيدينا كام؟ 281 صح تمشي عايز أغير أجيب نغير إشارة الآر هيبقى سالب جذر كام؟ 26 طبعا سالب بره يا جماعة الجذر وهنا أقول له 180 زائد كام؟ 281 281 فعلا يبقى 281 اهي شباب حبيت تجيب تاني برضه تنقص 180 هيطلع معاك بالسالب وتخلي الاشاره سالب زي ما هي يا جماعه سالب ايه؟ على فكره يا جماعه انا بجيب 180 ده امتى؟ لما اكون اشاره سالب بس ولا لما اغير الاشاره؟ لما اغير الاشاره اغيرها يعني ما في واحد بيقول لي في الحصه اللي فاتت لما تكون سالب احط 180 زائد 180 خلاص 180 لا لما اغيرها لو هي موجب اخليها سالب لو سالب اخليها موجب بعدها ازود 180 او انقص 180 براحتي
هي زي ما هي على شرطها، لو هي سالب زي ما هي او موجب زي ما هي يبقى ازود او انقص 360. غيرت الاشاره ايا كانت وضعها ايه ازود او انقص 180. طب مثال ثاني يا شباب، مثال ثاني. بقول لك هنا كم وكم؟ نشوف مثلا اخر واحد، واحد واثنين. واحد واثنين. في نقطة واحد واثنين، اكس وواي. هجيب أول حاجة زي ما قلنا الـ R جذر التربيع، ربع الواحد بواحد، ربع الاثنين بأربعة، يبقى جذر خمسة. جذر خمسة خليها زي ما هي، طلعت اثنين وكسر. طيب هجيب الثيتا، الإكس موجبة والواي موجبة، خلاص زي ما هي، يبقى تان ماينس على طول، تان ماينس 1. 2 على 1 يعني 2. في الحاسب اقول له ايه؟ شيفت تان 2 بتساوي 3.4. هقول له بالتركيب يا جماعه كام؟ تقريبا 63 بس. يبقى النقطه عندي اللي بالكافي ده يا جماعه، النقطه اللي بالكافيها بتساوي كام؟ ار جذر 5 ثيتا 63 درجه. لو زودت 62 عليها هتبقى اكتر من 420، ما ينفعش يا شباب، يبقى نقص 62. او ممكن اعمل حاجه ثانيه جميله جدا، اغير الاشاره خليها 180 بس. 180 بس يا شباب. اسمع القصير. سالب جذر 5 والرقم عندك اهو 180 ناقص 63. ماشي انقص مره يا جماعه كام؟ 117. انا كده بعمل دي موجب ولا سالب؟ ها؟ بنقص. هيديني سالب 117. طيب والثانية برضه سالب جذر 117 أستاذ؟ ما أنا نقصت 180 صح؟ أيوه فهمت. طب زود ده 180 مرة، المرة اللي بقى زود هنا هزود 243 يبقى 243. باخد بعد منك ما رجعش في حاجة. موجب يا جماعة زي ما هي يعني. لاحظ كده الإشارة كانت موجب، خليتها سالب وزودت مرة موجب مرة مرة سالب، ولا جبت توستين خالص. هم دول الذكاء المطلوب مننا يا جماعه. ماشي؟ طب كيف تيجي في الاختبارات؟ بيجي لك في الاختبار نقطه بيقول لك اي من دول بتكافئها او اي منهم لا تكافئها، يعني تلاقي كله ثلاثه مكافئين، واحده لا، واحده بس لا تكافئ. ماشي؟ فاضطر اجيب الاربعه. اكتب كل معادله على الصوره الديكارتيه وحدد تمثيلها البياني. قلنا يا شباب قبل كده اهو، لما يجي لي عندي كذا اكثر من حاله، لو قال لي مثلا حاله كده ار بتساوي 5، ها عايز احولها اعمل ايه؟ الحاله زي دي عندي كذا حاله، انا اول حاله. الحاله الثانيه لو قال لك ار بتساوي مثلا ايه 2، او خليها زي الكتاب موجب بالظبط، زي الكتاب سالب 4 سين ثيتا، سالب 4 ساين ثيتا. اعمل هنا ايه برضه الحاله دي؟ ايش تقول يا استاذ؟ دي حالاتها هي، حالات بايه؟ لتحويل. هذه كده هتطلع الواي انت كده. عايز اجيب اخليها اكس وواي. عايز تبقى اكس وواي. ماشي؟ هذا اول حاله عندك. الاكس الاكس هتكون ار ساين ار كوزين ثيتا. ار كوزين ثيتا والواي ار ساين ثيتا. ايوه. انا عندي حالات المعادله، اول حاله ايه؟ لما الار بتساوي رقم بس، نعمل فيها ايه؟ انت بتحولها لهذا؟ لاكس وواي. ذكرت اضرب هذه ار 5 كوزاين 0 اربع الطرفين، اربع الطرفين ماشي، اربع كده ار تربيع هتساوي كام؟ 25. احنا عارفين قبل كده ان الار بتساوي جذر اكس تربيع زائد واي تربيع صح؟ يبقى ار تربيع بكام؟ اكس تربيع زائد واي تربيع، كل ده بيساوي 25. ماشي يا شباب؟ طب دي معادلة ايه؟ دي معادلة ايه يا جماعة؟ المبنية خالص ار بتساوي تبقى دايرة، معادلة دائرة مركزها جت كده بتفصيلها، تقول له اكس ناقص صفر تربيع زائد واي ناقص صفر تربيع بتساوي 25. دي يا جماعة نص قطر تربيع اهو، نص قطر تربيع. يبقى دايرة مركزها نقطة صفر وصفر. ونصف القطر نق بتساوي 5. جذر 25 ب 5. واضحه يا شباب دي؟ بقول لك اهو حولها واذكر نوعها ايه. هل هي دائره خط مستقيم كلام ده؟ طب الحاله الثانيه يا شباب لما يقول لي ار بتساوي رقم في الساين او رقم في الكوزاين نعمل ايه؟
بضرب الطرفين في ار، هون بالضرب في ار الطرفين. لما اضرب ار في ار بار تربيع، اضرب هنا يلا سالب 4 ار ساين سيت ساين سيت. ليه؟ عشان دي لوحدها ما لهاش فايده، لكن ار ساين سيتا لوحدها على بعضها بكام؟ بواي. ار ساين سيتا كلها بواي. طب ار تربيع زي الطرف الثاني اهو، اكس تربيع زائد واي تربيع سالب 4 واي. اجيب دي الطرف ده يا جماعه، اكس تربيع زائد واي تربيع زائد 4 واي تساوي صفر. دي معادلة ايش يا ابديان؟ معادلة ايه؟ ها؟ كثيرة حدود. دي معادلة دائرة، دائرة. ازاي احولها يا جماعة؟ خدناها الترم الأولاني، ازاي احولها إلى ايه؟ إلى معادلة أعرف المركز كام ونص قطر كام؟ حاجة اسمها إكمال المربع، إذا حبيت تعملها بس فكرة عشان تديك أنت يعني. ده خلاص إكس ناقص صفر خلاص. دي عبارة عن إكس ناقص صفر تربيع. لكن الثانية دي اعمل لها كم مربع ازاي؟ اجيب مربع نص معامل واي، ازود الطرفين، ازود الطرفين مربع نص معامل واي. معامل واي بايه؟ باربعه. نصه اثنين ربعه باربعه، واقوله هنا زائد اربعه هنا وزائد اربعه هنا. اهي يا شباب. بقى دي اصبح ايه؟ ده كله على بعضه مقدار ثلاثي مربع كامل، فك كده. قوس واحد بس جذر 4 2 كل تربيع يساوي 4 هناك. تبقى دي عباره عن ايه يا جماعه؟ دايره. ايه دايره؟ مركزها نقطه صفر وسالب 2 ونص القطر كام؟ 2 2 ممتاز كده عبد الله. تمام، هو جذر دي بس. طبعا مش مطلوب منك كتير يعني الحته دي، مش هجيبها لك انت كده، بس تعرف بس ان هي معادله دايره خلاص. اعرف ليك بس معادله الدايره فقط، مش هقول لك هات لي نص القطر ولا هات لي المركز. حكايه الترم الاول منع بس من الاخبار. الفكره يا جماعه كده خلاص، نسيبها نشوف حاجه ثانيه. يلا نسيبها نشوف حاجه ثانيه يا جماعه. بقول لك هنا ايه؟ مثل كل عدد عدد مركبه لو ضد الموافق. مثل كل عدد في المساواه المركب واوجد قيمته المطلقه، يعني اوجد طول مثلا، اوجد قيمه مطلقه العدد اللي هو بيسموه المقياس يا جماعه، المقياس. اول واحده بقول لك ايه؟ زد بتساوي 3 ناقص اي. همثله ازاي في مستوى القطب يا جماعه؟ او مستوى مركب، معلش مركب اسف، المركب عامل ازاي؟ هنكتب محورين، محور حقيقي اسمه ار، محور تخيلي اسمه ار. ماشي؟ طيب ثلاثه قولوا هنا 1 2 3 1 2 3 اهي نقطه يا جماعه ايه؟ من المحور الحقيقي ثلاثه. هنا يا جماعه ثلاثه ايه؟ طيب من التخيلي سالب 1 تحت. قبله هنا كده يا جماعه، هنا كده ونوصل دي كده. فاهم كده يا جماعه؟ عايز اجيب طوله بقى اللي هو الار. اجيب طوله ازاي؟ الار هو مقياس زد جذر التربيع برضه نفس الار بالظبط، طول الار. ربع الاول 9 وربع الثاني بواحد. طبعا بربع المعامل جنب الاي، مش الاي نفسها يا جماعه، مش الاي نفسها، الرقم اللي جنبها ماشي هو الواحد، هيساوي جذر كام؟ جذر 10. واضحه يا جماعه دي؟ بس وقت الحصه. طب واحنا كمان زد بتساوي سالب 4 زائد 2 اي. يلا زد سالب 4 زائد 2 اي. بقول لي برضه مثل دي في مستوى النقط المركب، اعمل محورين، المحور الحقيقي والمحور التخيلي زي كده يا جماعه. طيب سالب 4 موجب حقيقي او سالب 4 لحد كده مثلا سالب 4 يا شباب موجب 2 التخيلي اهو هنا 2 يتقابلوا هنا كده يا شباب تقريبا اهو. عايز اجيب ارسمها يبقى كده يا شباب. بس انت نجيب الطول بقى طول يا جماعه اللي هو الار بكام؟ اقول الار بتساوي جذر التربيعي ربع الاول اديها 16 ربع الاثنين الثانيه اديها 4 يعني جذر كام؟ 20 يعني 2 جذر 5. ان 20 عباره عن 4 ضرب 5، 4 تطلع بره الجذر
باثنين تحت جذر ضرب خمسة الأربعة اثنين جذر إيه جذر ده طوله يا جماعة كم مفرقة له بس كده يا جماعة وقفنا عند كده بكرة إن شاء الله بنكمل لحد إيه نحن وقفنا حد عنده سؤال يا شباب أي استفسار هنحاول إن شاء الله بكرة نراجع نحل من المنظومة نفسها عشان اللي هيجيب لنا اختبار نفسه يا شباب ماشي أي واجب عندك قديم أي واجب رجاء تقفله النهاردة بكتير أو بكرة أي واجب يعني عشان الفترة هحط درجات الفترة إن شاء الله على يوم الاثنين كده بإذن الله بعد الاختبار ربنا يوفقك يا شباب اللي عنده أي استفسار أو أي سؤال يسأل في أي وقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عبد الرحمن السلام يا شباب السلام أستاذ السلام سلام محمد